وتلقى آية واضحة. الله قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شوف أولياء ودل بسمهم شنو؟ أولياء. أكثر من كذا يجيك وضوح كيف؟ قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. شوف دل قال عبدناهم عشان يقربهم لله، وده ما عبدهم عشان يقربون لله. دل خطهم الله عدل. أسمع سمعتها أخونا في التسجيل جاب لك شنو؟ قال المتوكل لأمره يكل، ما الله الشيخ ده جعل أن التوكل ما لله سبحانه وتعالى، جعلوا للشيخ. دل عبدهم عديل ما عشان يقربون لله، لأنهم بيعتقدوا أن الشيخ ذاته الله. زي ما جاء في تسجيل للبرع الضال المضل، قال لا يجد، قال بشرع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت بصوت البرع. قال زول لو حلف بزول قال ما بجوز حرام. طبعا في البداية بيجيك بالسنة وبالدين، انت بعد مجرد ما تدنقر وتعمل راسك كده وتلولحه بيجيب لك البلاوي. قال لكن لو حلفت بالشيخ ما فيها حاجة. يا زول اسمع، قلت ما بجوز. قال لأنه الشيخ هو عين ذات الله، يعني الله عادل. والله تسجيل قاعد بس انا ما محضر، والله بجيبه يوم ده عقد طلبوري. وتقول لي ما تتكلم فوقه؟ والله العظيم ده ابليس وابو لهب وابو جهل يتحير. والله يكون سلفاكين هناك في الجنوب يتحير. يا ما معقول يا اخي، انت عارف والله العظيم مره ناقشت لي نصراني اسمه جورج، قلت له قاعد اتكلم معه وانه النصارى ضالين وبيعبدوا غير الله بتاع. قال لي انتوا ذاتكم ضالين. قلت له كيف؟ قال لي ما عندكم الختميه دي اللي بيعبدوا الشيوخ. ده جورج ذاته. تقول لي ما في شرك؟ والنصارى كشفوا الشغله دي. كم مصدق والله يوم نجيبه لكم في الحلقه هنا. قلت له علي لا تدي الجماعه دي الحياه. نصران عادل، لكن ناقشته برضه في النصرانيه بتاعته ما خليته. عشان انت تعرف فضيحة الصوفية ده الوصل لها درجة، مشت الجزيرة ومشت وين ومشت وين ومشت وين، ودي نفس الشغلة بتاعت مشركين زمان، ما في أي فرق. ديلك بس نسموا الناس أبو الله أبو جهل، ده الناس البراية والصائم ديما ومكاشفة. والله واحد بس اختلاف اسماء، ما في أي فرق، لكن نفس الأفعال. أسئل الليلة أنت بتمشي المسجد ليه؟ سؤال أساس معظم الناس، بيمشوا المسجد ليه؟ بتلقى بيمشي المسجد لما تحصل له قربة. في زول نصيح مشى المسجد؟ ما بتلقى. والله معظمهم يا واحد تلقى عنده صداع، واحد عنده ضرس، وتلقى يمشي للشيخ. الله قال افمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. ده تلقى يمشي للشيخ عشان يرفع عنه الكربه. واحد تلقى تزوج مرته ما جاب الجنه يمشي للزرقاب. بس في زول ما بعرف اللي زرقاب، معظم الناس بيعرفوا. وزمان برضه اللات والعزى يمشوا له للجنه والشغلات. عشان كده انت عارف الشغله واحده، ما في اي فرق. والله ما في اي فرق. بس ديك سنه كم بدايه في الهجره، ودي 400 و 1400 بس، ما في اي حاجه واحد. عشان كده قال ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. الذي يتوفاكم هو الله سبحانه وتعالى. ودي اكثر حاجه الصوفيه ما قدروا يلفوا يدوروا فوقها. والله يد اسس في صوفي بيقدر يتكلم في الموت؟ البرعي اذا ما مات اسس البرعي مش قال الشيوخ بيعلموا الغيب؟ قال منهم خافي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. طيب البرعي لما مات ما جورنا انه دار يموت ليه؟ عندنا مشاكل دار نعرف جوا القبر. بس التراب الليله مغالطنا انه في عذاب قبر ولا ما في؟ على اللي قال ندي كاميرا من كاميرات اخواننا دي يخشوا جوا يورينا الحاصل شنو؟ ليه ما ورانا؟ يقبل مات قال يومات يوم الاحد، الخبر ما ظهر الا يوم الاربعاء. هاي يقول لك هم خفي الحال. خفي الحال بتاع شنو؟ ما في اي حاجه، وكذب ولعب ودجل ساكت. وبعد تلقى زول متدلقن ماشي لهم. والله ده اللي يودوك حته اكبر الطريق لجهنم طالع. عشان كده ما زالت الموت دي الوحيده اللي ما قدر يلعبوا فوقها. بعد ما يقول لك الشيخ بعد ما يموت يطلع وما يطلع وبتاع ويحكي لك قصص، بس دارين بس تاني صوفي ما يموت. انتوا مش الكون ده بتتسيطروا فوقه تاني من الليله دارين اي صوفي ما يموت الى ان تقوم الساعه. يبقوا يا اخي ابليس طلب من الله انه ينظروا الى يوم يبعثون وبرضه بيموت، بس دارين من الليله.
شيخ طريقه ما يموت نهائي اليمين تكسي بتاع هناي ما يموت لنا تاني كون قاعد الله يموتوا ويعرفوا حاجات جوا. قال فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا. ليه الدين الصحيح سمي دين الحنيف؟ لانه حينما ينتشر الشرك بالله سبحانه وتعالى الانسان يعرض عما وجد عليه اباؤه ووجد عليه بيئته من الضلال الى الهدى. الزول يسمى حنيف لمن ينشا في بيئه ضاله كما كان ابراهيم عليه السلام. ابراهيم كان في شنو؟ كان في بيئه بتاع الضلال. كويس؟ كان في بيئه بتاع الضلال فترك الضلال الى الهدى. الليله لو ابوك شيخ طريقه ومركت ده حنيف. عشان كده ما واحد يحتج لك يقول لك انا احنا مما قمنا كده. يا زلمه ما في حاجه اسمها مما قمت كده. في حاجه اسمها هدى وفي ضلال. ما في حاجه اسمها مما قمت كده. تعرف الهدى تتبعه، تعرف الضلال تتركه. قال ولا تكونن من المشركين. السعيدي قال المشركين لهم حالتين. الزول بيبقى مشرك في حالتين، اما مشرك عديل زي اليهود والنصارى وزمان مشركين ده اصلا ما خشوا، واما مشرك بحالهم ده عشان يفهم اي صوفي، لانه زول ربما ينطق بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويمشي الجامع يجي من الاذان الاول كويس ويطلع الزكاه ممكن يعرس للناس ويحفظ القرآن كويس ويأكل الكسرة ويطلع الزكاة وأي حاجة، لكن عنده أفعال تشابه أفعال المشركين. يطلع له مثلا قصيدة زي سمع لكم أخونا قبل شوية كباش كم أضى طفل بيمس طفل. ده طوال مشرك بحال المشركين لأنه شابه المشركين في فعل من أفعالهم. أو يقول لك أدعو الغايب وادعو من دون الله سبحانه وتعالى. الله قال شنو؟ قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالانسان اذا شابه او فعل فعل من افعال المشركين يبقى مشرك. برضه هذه الليلة كثير من الناس يقول لك يا اخي الزول مجرد ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله تاني ما ممكن يبقى مشرك. لا لا ممكن يبقى مشرك يا أخي. أول آية في سورة المنافقون بتقول شنو؟ الله قال وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. دي ما نطق بالشهادتين ولا واحدة تاني، وما قال ساكت في جامع ولا كده، قال للرسول عديل قال نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله قال شنو؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتكذيب الله سبحانه وتعالى لهم هو تكفير. الله ما قبل منهم الشهادتين. ليه؟ لأنهم ما كانوا مصدقين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام اتباع حقيقي. بالظاهر ساكت. عشان كده والله تربي لك دقن، ما تربي دقن، قصرت، ما قصرت، ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة كلها، أنت ما منهم. الله قال وادخلوا في السلم كافة. عشان كده ما يجي يغشك واحد يقول لك احنا احباب المصطفى، والمصطفى قال وحب النبي الماء بالنبي وبنحب النبي من جوا، كذاب والله. اللي انا جيب اي صوفي ادي حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بتقبله. يا اخي مرة واحد لقيته لك لابس حجاب، انا بحكي لك قصص من الواقع عشان اوريك تربية الصوفية كيف. لقيته لابس حجاب قلت له اخي الحجاب ده شرك، قال لي ما شرك، قلت له يا اخي الرسول قال شرك، قال لي الرسول ما قال، قلت له طيب خلينا نقاشنا يبقى علمي. يا اخي الليله حسان لو جبت لك واثبت لك انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الحجاب ده شرك والحديث في البخاري من علق تميمه فقد كفر او اشرك بتقلع؟ وقال لي ما بقلع. طيب قول الله صوفيه بيحبوا الرسول؟ يحبوا بوين يا زلمه؟ ده بياكلوا باسمه الفته بس، ما بيحبوا الرسول ولا اي حاجه. يا اخي عبد الله بن مسعود قال كان جاي للجامع فسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اجلس، قال لواحد في المسجد اجلس. عبد الله بن مسعود سمع النبي وسمعه اجلس، قال فجلس. فالصحابه جاء قال له ما اجلسك في الشمس، في الشمس عادل. قال سمعت
النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي جلس قال فجلس، قال أنا قوم، قال والله إلا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف التربية كيف، إلا الرسول يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له، قال له فقم ولك الجنة. شوف عشان سمع كلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام الله بش، شوف جات البشرة بالجنة. أرسل ليلة الصوفي يجيب لي جيش كامل من الأحاديث، قلت أنزل القرآن ده كله والبخاري ومسلم بعد ما يقتنع. هسه حامد بابكر ده ناظره كم مرة، والبليز الثاني بسم الله ده كل مرة اسمه طير ده الله يطيره وزاد منتصر، يناقشوا بالآيات والأحاديث بعد دار يصل لك الشرك. فأنت ما يغشوك، تعرف أنه تربية التصوف ما عندها علاقة بتربية الإسلام. الإسلام تربيته أنه إذا جاك حديث واحد من النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك، آية واحدة تكفيك. لكن الصوفي اللي تجيب له قصيدة وتجيب له وتتمحرك وبتاع وتضرب اللي يضرب الفتة كرشه دي تتملي ويضرب الشاي حتى يدوبه مخه دي، لكن انت الداعي وحدث ما بيقتنع. شوف الفرق بين التربية الإسلامية وبين تربية التصوف، ما في علاقة. عشان كده الله سبحانه وتعالى في باقي الآيات قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الإمام السعدي في تفسيره قال ما لا ينفعك ولا يضرك، قال هذا وصف كل مخلوق. شوف أي مخلوق ما بينفعك ولا بضرك، من الملائكة والأنبياء وغيرهم والصالحين والطالحين والصوفية والأخوان المسلمين وأنصار السنة والريالات بتاعت السعودية. لأنه في ناس بعد ما عقدوا يعرف الصوفية ضالين بعد تلقى ماسك فوق الريالات، زي ما قال الضال بتاع المجمع الحسن ده العدس ده برضه عنده مشكلة والله في العقيدة عادل، قال بيتكلم والله الكلام ده فيه ناس كتر شيدوا الكلام ده، طلع القروش كده الريالات قال طالما معانا دي ما في حاجة بتغلبنا. شوف البليد ده تقول له عدس بيربي يربي شنو دار له وتربية ما مربي، السيدة ما ضل في العقيدة نزل ده نسأل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال طيب هسه نحن الريالات مش معك ونحن بنبغضك في الله ولا بتبغضوا في الله؟ نبغضوا في الله ما يقدر يقول لنا حاجة. قال ما طالما معانا دي وتاني بتاع أنصار السنة ده كلهم ضلوا بس بالريالات بيجيب لهم عبد الحي يوسف بس ريالات، قال ده بجيب لنا الريالات وبتاعنا الجمعية ديلك. يا أخي أنا ناقشت واحد اسمه كده العراقي قلت له يا أخي الحاصل شنو؟ قال لي يا أخي إحنا زمان كان عندنا 12 محسن سعودي تابعين لعايد القرني، قال لما نتكلمنا فهم قلعوا القرش، قال حس اضطرينا انه ما نتكلم فوق. والله لازم ده العراقي ده الماسك الكلية ذاتها والحمد لله الله مرقني منه. شفت ده عندهم مشاكل كثيرة مشاكل كثيرة ده وكذا وكذا، عشان كده الله قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر. شوف الله لو مساك بضر والله ما يرفع منك إلا الله، أيضه والله ما يترفع إلا من الله سبحانه وتعالى، وده عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى. أيضه يعني أي مصيبة أصابتك والله ما يرفع إلا الله. تلقى واحد جاري وين واحد جاري وين واحد لا في كذا واحد يجي محرق لك، يا زول الضر ده جاك من الله وبيرفع منك الله، تاني في شنو؟ إذا عصيت الله تستغفر وتسأل الله سبحانه وتعالى، تقعد تلف فلان وفلان وتلف وتدور وتعمل مشاكل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، واحد مرات تلقى عنده قريشات امشي للشيخ ما لأنه صابته ضر خايف القروش تروح، زي واحد مرة قال عنده عمه قصة جد. شو أنا بحكي لك آيات وأحاديث والقصص دي ما للتسلية، عشان دار أوريك التربية التصوف عملت فينا شنو، عملت في الناس شنو. ده عنده بضاعة لبسات جديدة داري مروق السوق خاف انه ما تمشي، جاب له واحد من الجماعه شبكه ودق عليه قال لي دي بتمشي سنر دي هتمشي اللبيط دي بتمشي كده. والله بعد ما انتهى والله البضاعه دي سنه كامله قاعده في المخزن سنه كامله ما مرقت. يا اخي ادعو الله سبحانه وتعالى وامرق البضاعه الله بمشالك. يا اخي الصوفيه شنو عايز؟ البلد دي فيها كم صوفي؟ الاولياء الظاهرين ساكنه كم؟ واكثر بلد ضربا فلس أكثر بلد والله مفلس البلد، يقول لك أولياء الله تعرف البلد دي لو فيها أولياء جد والله لازم نكتر أكثر ناس عندهم نعمة. الله قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ده مش وصف الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس
لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب مفلسين لشنو نحن؟ لأنه دل معظمنا أولياء الشيطان والله العظيم إلا من رحم الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أوليائه وأن يذهب عنا أولياء الشيطان. نسأل الله يمرقهم جد ولا يهديهم جد. فالآيات دي واضحة وبينة، لكن طبعا واحد من يضربوه يضرب المحاية طوالي كابات وتخرب ثاني ما بيفهم، شغلت كلها بالجد. فالآيات واضحة، لكن طبعا من اسمع لك الحجة وحجة وانا اللي زي زيارته والقمر تعاي عجو ثاني ما بيفهم آيات لا بيعرف أحاديث. والبرع يمرق بغادي ويجيك صايم ديم يمرقك بيجاي وتجلي من دير كله يجيك أخو مسلم يلف بيك يدور بيك خلاص تجي لمحمد مصطفى ويجيك للهواري يمرقك في حتة ثانية. فلان يتكلم فيني وما فيني، كيف تتكلموا في الشيخ يا زول؟ الشيخ بدا عشان احنا دارين آيات وأحاديث. والله تمرق من ده يتقع في ده، تطلع من ده تمرق في ده. يا أخوانا الحاصل شنو؟ الآيات دي ما واضحة وأحاديث واضحة، أعرف وأشتغل. كل واحد متربس وكل واحد دار يكبر كوم وواحد حاجة تاني. عشان كده الآيات واضحة، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الضر وأن يجعل المتراحمين بما بيننا وأن يرزقنا التقوى والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا القدر، وقدم الأخ من بعد يسره محمد إبراهيم.